حثتنا شريعتنا الإسلامية الغراء على الإيجابية في كل شيء، وعلى التحلي بالشعور والتفكير الإيجابي والبعد عن السلوكيات السيئة المؤدية للعادات السلبية. ولقد ذكرت الدراسات العلمية أنه يوجد أكثر من 100 عادة سلبية ممكن أن تعيق الإنسان عن التقدم في المجالات الدينية أو الاجتماعية أو الأسرية أو المالية أو العقلية أو الصحية النفسية والمهنية. فالعادات السلبية قد تؤدي بالفرد والمجتمع إلى أمراض اجتماعية ونفسية، في مقدمتها الإحباط والانهزامية وعدم انسجام وتجانس أفراد هذا المجتمع، إلا أنها تمثل تحديات ومجالات التفوق ومضمار تنافس في الخير والعطاء والتطوير المستمر. في هذا البرنامج صعود بلا قيود نشخص العديد من هذه العادات السلبية ونضع لها حلول عملية لتغييرها بشكل بسيط قابل للتطبيق. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم صعود بلا قيود. احنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع الانشغال بالصغائر أو الانشغال بالتوافه أو الانشغال بالأشياء البسيطة في حياتنا التي قد تمنعنا، بل تمنعنا حقيقة من التفكير بالصورة الكبيرة، بالأهداف الكبيرة، بالمشاريع الحياتية اللي لها تأثير كبير على حياتنا. وإحنا الإنسان على فكرة خلال يوم أعزائي المشاهدين كلنا بلا استثناء له أنشطة يومية. الآن عدد هذه الأنشطة عد مهمة مو مهمة، لها فائدة ما لها فائدة، هذا موضوع ثاني، لكن كل إنسان فينا من يقوم النوم هو ينخرط في أنشطة كثيرة. البعض حتى تقول بعض الدراسات أن لو الإنسان يشوف يومه، انتبهوا أعزائي المشاهدين، الإنسان لو ينتبه ليومه، خلينا نقول انتبه الأسبوع كم من يوم، يعني من اليوم أعزائي المشاهدين انتبهوا من اليوم للأسبوع القادم وشوف حياتك يوميا شنو فيها أنشطة. يقول تقول بعض الأدبيات أن هناك راح تشوف أن عندك نشاطين إلى 3، لكن غالبا النشاطين هم اللي ماخذين أغلب يومك. نشاطين هم اللي ماخذين أغلب يومك، بمعنى راح تشوف أنت قد يكون الدوام ماخذ يوم، اوكي، وعندك نشاط ثاني اللي هو التلفزيون. يمكن بعض الناس من يرجع من بيت الدوام يتغدى يريح شويه ويطالع التلفزيون، مباريات، افلام، مسلسلات، برامج، اخبار، اللي هو يحب التلفزيون. البعض لا، يروح للديوانيه بشكل يكاد يومي فيقعد وقت طويل، فهذا يكون نشاط طويل. هيقول لك انه صح ان اليوم فيه احنا ننام ونقوم ونصلي ونطلع نسوق سياره ونقعد مع اهلنا ونتغدى ونداوم ونروح الجيران، بس يقول هذا كله انشطه كثيره، لكن خلال يومك في على الاقل نشاطين هم اللي ماخذين اكثر وقتك غير الدوام. فالواحد ينتبه، بعض الناس يحب النوم، ينام 15 ساعه 12 ساعه، البعض يحب الاسواق، البعض يحب يروح ديوانيه، البعض يقعد ببيتهم. فانتبه ان الانسان اي واحد يسرق وقته. فمثلا من الاشياء اللي قلناها ايضا ان غلط الانسان يمكن يحب الاسواق، هذه اشياء ما لها معنى، النقاش في الاشياء اللي البسيطه، اي ديره احسن للسفر، والله اروح لندن ولا اوروبا ولا اروح شرق اسيا، ولا يعني هالنقاشات ما فيها صح وغلط يعني. بس في ناس قاعد بالديوانيه يناقشك باهتمام وبالتفاصيل، ويمكن قاعد ساعه ساعتين يناقشك إنه والله ترى إن أوروبا، السفر لأوروبا بالصيف أحسن من السفر مثلا لشرق آسيا، أو أحسن من السفر للدولة الفلانية أو الدولة العلانية، ويناقش ما له حل، كل واحد وذوقه. بس هذا يسمونه انشغال في صغائر، انشغال في أشياء قد يعني قد تؤثر عليك.
كذلك الاهتمام الزائد بالتكنولوجيا، وتعرف على التكنولوجيا والتطبيقات وما التطبيقات، ونزل هذا وحمل هذا وخل هذا وشوف وادخل وروح، هذا أيضا يأخذ من وقتك. كذلك متابعة الأخبار التافهة وأخبار اللي ما لها معنى، فأنت تدخل على اليوتيوب، على سناب شات، على التيك توك، على الانستغرام، على الشورت، على الريلز، وتشوف أخبار أحيانا ما لها معنى. يعني حتى أنت يعني حتى أشياء من الطرائف، يقول لك من الطرائف أن الإنسان ترى طرائف حقيقية على فكرة، يعني الإنسان قبل لا ينام الآن أصبح عنده نشاط كامل اللي هو نشاط الموقع التليفون هذا، إيش موقع التواصل، تويتر، سناب شات، اللي هو يطالع يشوف، ينتقل من 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 موقع إلى آخر يشوف. فيقول إن سبحان الله إن الشيطان يخليك تسهر شوية، يدخلك في أشياء ما لها معنى، يعني وتجيك أسئلة غريبة ما لها معنى، يعني وأفكار ما لها معنى، وتدش أنت تدور على جوجل، تسأل عن جوجل شنو هذا، حتى لما طفيت التليفون تنام يجيك ببالك سؤال تتذكره وأنت صغير، وهذا تروح تدش على الجوجل تشوف الجواب السؤال هذا، القمر مش عارف كذا، او المريخ اكبر ولا القمر، يعني سؤال ما له معنى. انت شايف ساعتين بالليل تنام، بس لما سكرت تليفونك وغمضت وهذا شو راح يقول لك؟ صدق تعال، اي اكبر، المريخ ولا زحل؟ فتروح على طول جوجل لانه سهل، تفتح لك مره ثانيه وتشتغل، تنشغل في امور صغائر توافه تاخذ من جهدك ومن وقتك، وتؤثر على نومك، وتؤثر على اليوم اللي بعده. الآن ما هي أثار السلبية؟ بلا شك أنه يعني التركيز نفقده، يعني من الأثار السلبية هو فقدان التركيز في الأمور المهمة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. توقفنا عند نقطة الآثار السلبية للعيوب أو عيب الانشغال بالصغائر أو الانشغال بالأمور الغير مهمة، وقلنا من ضمنها اللي هي أن الإنسان يفقد التركيز. أكيد إذا أنا يومين رايح الديوانية 6-7 ساعات ألعب ورقة ولا طالع تلفزيون ولا مناقشات وجدال في أمور ما لها أي قيمة ولا تأثير كبير عليك، أكيد أن هذا بيأثر على حياتي وعلى أهدافي وعلى شغلي وعلى مهاراتي وعلى انتباهي لأهلي، لأن الإنسان يعني مثل الكوب، يعني يشغل بشيء واحد، أحط فيه عصير خلاص عصير، أحط فيه ماء يطلع العصير، ما أقدر أحط شيء، لازم أفرغ شيء عشان أعبيه بشيء. فكذلك وقتك، يعني وكما تقول الحكمة، يعني وقتك يعني أو نفسك اللي بتشغلها بالحق شغلتك بالباطل. يعني إذا أنت ما شغلت بشيء مفيد لك، أنا ما أقول شيء يعني ديني، لا، حتى لو شيء مفيد، رياضة ولا قاعدة مع أولادك، هذا شيء ممتاز أصلا مفيد، راح تنشغل بشيء مو زين، او شيء على الاقل يضيع وقتك، يعني اذا اقل شيء يضيع وقتك فيه. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. هذا ما احنا نتكلم عنه، لان احنا الانسان ينشغل بالباطل، ينشغل بالتوافه، ينشغل بالاشياء اللي مو مهمه، تاخذ حياته ووقته وصحته وعافيته وشبابه، الى ان يتفاجئ انه كبر في العمر ولسه يعني ما سوى اي شيء ولا انجز شيء ولا حقق شيء، لانه يضيع وقته في امور ما لها معنى. كذلك التوتر، اكيد التوتر، اذا انا كل يوم رايح الديوانيه 6-7 ساعات، او اروح الاسواق افتر بالاسواق ما عندي اي شغل، او طالع تلفزيون 24 ساعه، اكيد اني بتعب وتوتر وبنشغل وصير يعني عندي فيه اجهاد وتفكير وانشغال في امور ما لها معنى. في واحد يتابع اخبار لاعبين واعمارهم، وين انتقلوا، كم نادي انتقلوا منه، ويعرف يعني كل شيء عن اللاعبين وتفاصيلهم. زين، اذا ما كان هذا تخصصي وهذه مهنتي، ما انا داعي اضيع وقتي في هذه الامور. يعني كذلك علاقات الشخصيه، اكيد، لان الانسان الذي يكون كل مهتم وينشغل بالصغائر يكون انسان صعب انك ترضيه، لانه يعني يناقش كثير وجادل كثير ويهتم باشياء ما لها معنى، فبالتالي ما يكون عنده علاقات قويه. الانتاجيه اكيد تقل ما دام انسان يضيع وقته. هذا معناه ترى هي فكره الانشغال بالصغائر، اني انا اضيع وقتي فيما ما ينفعني، فيما لا يفيد، هذه فكرتها. يعني بس يعني حتى لما شفت تلفزيون قد يكون مفيد، لكن لما شاهد 6-7 ساعات خلاص انتقل الى انه يكون غير مفيد. يعني الاكل مفيد ممتاز ومن نعم الله سبحانه، لما اكل كثير حيل راح يصير مو زين. كذلك الديوانيه او الذهاب مع الاخرين او علاقات الجيران، لما انا اكثر منها اكيد راح يصير فيها انعكاس سلبي علي، في تضييع وقتي وفي تضييع امور كثيره. فهذه هي يعني بعض الاثار السلبيه، ان الانسان يعني يقلل انتاجيته، يفقد العلاقات الاجتماعيه الراسخة القوية اللي تخلي تعين على أهدافه. طبعا الإنسان إذا ما كان عنده خطة وما كان عنده أهداف بتمشي حياته كما يقولون سبهللة، يعني هكذا كل يوم يعني يعيش يوم بيوم، يعني ما عارف راح يسوي باكر أو بعد باكر. كما قلنا سابقا في حلقة سابقة أن أي وظيفة، أعزائي المشاهدين، أي وظيفة
هي فيها مهارات معينة لازم على كل موظف يعرفها، أي وظيفة كانت في الدنيا، حتى لو طلعت موظف في نادي رياضي في مهارات معينة، حتى لو أنت لاعب رياضة في مهارات معينة، أنا عليك شخص أني أعرف شنو المهارات هذه وأحاول أقويها. هذه أحد الأهداف الكبيرة في حياتك، أنك أنت تتملك أو تتقن المهارات اللي أنت محتاجها في وظيفتك، راح تكون بارز على زملائك. يعني لو تعلم مهارة واحدة غير عن ربعك اللي معك في الدوام، راح تكون أنت متفوق عليهم بشكل واضح جدا، لدرجة أنهم ما ينكرون هذا التفوق، وراح تجيك فرص وظيفية أكثر فقط لأنك أضفت مهارة واحدة غير عن زملائك. فالإنسان شو تعلم مهارة مهارتين ثلاثة والعمر طويل ما شاء الله، مدام الإنسان يستغل وقته العمر يكون عندك وقت طويل لتتعلم. والآن ما شاء الله متاح كما قلنا اليوتيوب مدرسة بل جامعة فيها دروس كثيرة ممتازة بكل لغات العالم، في أي موضوع حرفيا في أي موضوع تبيه موجود ودروس منه كثيرة. فالإنسان ليش يعدم الخير؟ ليش ما يحاول أنه يستفيد من هكذا مهارات وينشغل في الأمور العظام والأمور الكبيرة ويبتعد عن الانشغال بالصغائر؟